تعبت بالأعذار والباقي في الأقدار، تعبت بالأعذار والباقي في الأقدار، وحتى حمايم الدار ناحت وقت الأعصار وقت الأعصار. لما بدت تحكي صاحب صاحب هالأشعار، والليل الليل مسح بظلمته حتى خبر الأسفار، ويا بعيد يا بعيد ارجع ارجع قلبي غدا محتار، وكم علي للنفس كم علي للنفس يشكي ويشكي من التيار. حتى السحب والموت عزف على الأوتار، حتى السحب والموت عزف على الأوتار، والناس شكوى وظلم والناس شكوى وظلم، والحياة أسرار في الحياة أسرار. وين الأهل راحوا؟ وين وينكم يا أهل الدار؟ الدنيا تدور وتدور وتدور، وهذا النجم سيار، وقت الحكم والحق الكل خلق أعذار. أسكت بسكم ظلم وترفيع، بسكم مسك بالثار، كلها بلا كلها بلا وكلها أقدار. رجعوا رجعوا يا أهل الدار، رجعوا رجعوا يا أهل الدار، رجعوا رجعوا يا أهل الدار. حتى حمايم الدار ناحت وقت الأعصار، وقت الأعصار، وقت الأعصار، وقت الأعصار، وقت الأعصار. اسمعني زين طارش. نعم. يصير اليوم مطرح عند برشوتم إن شاء الله، وتجيب من عنده 10 جواني عيش زيرة. إيه تب إن شاء الله. وثمان جواني عيش بسمتي بشاور من زين من زين. إيه من الغاوي من الغاوي. وايش بعد يا ابو مسعد؟ ايش ايش ايه؟ وخمسه ناكه سمن فولندي. ايه وزيد شويه سنود وقرفه بعد عندنا. زيد سنود جيب لنا ان شاء الله. وجيب بعد مو بعد يا ابو مسعد، مو يا ثاني. ايه خمسه جوارتين وغاش ميمتو. ايه قليل الادب، صغيرين ما مربعين، لحونا بحصاء ارتوني كلاحين صغيره. سلم سلم وضربوا بضرب للواحد سحروعه. وثانوي يسدك وزيدك. ها هذا انت، انت اللي امرت بيضربوني بحصاء؟ صحيح انك ما استحى على وجهك. اي نعم انا. انت ما دواك الا الصغيرين يقلعوا لك عينك ويكسروا لك راسك. هذا دواه، هذا دواه اللي يطاول على حمود ويخون بيه ويغدره. بدأت تطاول علي، بدأت تطاول علي. ها على الأكبر منك أفلع لك راسك. طوع من هذا. هاي تعال تعال يا مشوار بخير، تعال وقف. تعال تعال كمان ضرفه. تعال 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 بوسه فيك. تعال حسبي الله عليك وعلى أخوك بعدك سالوب. حسبي الله عليكم، حسبي الله عليكم. هذا جايبنا صغيرين بعد يضربونا بحصى، من يدري باكر بعد بيجيبنا بعد بصاقة يكسر الدكان فوق روسنا. على راسك وحدك، على راسنا كلنا حلم. وش وش انت بعد؟ وش وسط عينك؟ حتى زوينة طلعت احسن مني، على الاقل سويت شيء ولو ان الثمن كان غالي. يا خسارة، ضحت من أقل واحد ما يسوى. تعتقد أنه بيرد؟ من يعرف، هو وحدة حالة حالة، ما كان يظن أن ثانوي بيخدعه. يعني الأرض راحت والأولاد كل واحد منهم صوب. واحد طمعان أنه يصير تاجر، والثاني يضرب كف بكف.
ايش تبغى انا اسوي؟ ايش تبغى انا اسوي؟ كان ممكن تسوي واجد، لكن تو خلاص غسل يدك. لا ما بجلس اضرب كف بكف، انا لازم اسوي شيء، لازم. الوحيد اللي يمكن يسوي شيء هو ناصر، ما انت. والحل لمتى نجلس ننتظر قيد ناصر؟ لمتى الحل؟ الحل الوحيد ان يكون ناصر حي. هات 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 مو ذا من عند الوالد؟ هي هي عباد يا بيه، دخلهم داخل. دخلهم ايه؟ يا خطي يا خطي. أخوان نعم، راس ماي باج، راس ماي، عطش بي عطش. ايه والله يا حسندي. بشكار جديد؟ الله عجبتك حال مدير الولاد ما يتكلم؟ هذا الدح؟ طلع طلع برا على حد يشوفك. بعدين حال مو مسوي عمرك كذا؟ مو اسوي، قلت لازم اشوف شلون فتنه، وخفت حد من اقارب ابوش يشوفني. وتقوم تسوي في عمرك كذا؟ خفت اجي عند الباب واتصك في وجه الباب، قلت ماشي الا اتنكر علشان اشوف فتونتي. اي نعم. وانا اقدر اسوي فيك انت كذا؟ من يعلم بيش بيكون طالع مثل ابوش. كم مره محذرت الناس تحذر عن ابوي؟ ابوي كله من ذيك اللي اسمها زوينه، هي السبب، هي السبب. ولكن انا وانتي خلاص وعدنا متزوجين ومرتاحين وعايشين في بيت واحد. اي نعم. انت ما استعجلت. انا ما استعجلت، انا مستعجل ونص. اتصدقيني وما ليش حلف علي، انا لو الشوق شوقي اتزوجش اليوم قبل باكر، لكن ما مني، هذا من ابوش. جلس يساومني ويساومني لحد ما اقدر بي. ابوش غدار، ابوش ما حد يعرف. لا يهمك، وراك رجال، قصدي وراك فتنه. سمعنا وبلي، واحنا وراك فتنه. انت مو هتسوي، انت يا خص مني انا. اسمع انت، مو اسوي. اي مو اسوي انت. اسوي بنت ما قدرت عليه. إذاكي عجب أقول فتنة، لو إذا كان كلامي صحيح أنا ممكن إني أطمئن على حبي. أطمئن وأبوي من جاي؟ هذا شيء أطمئن وأطمئن؟ هذا لا يكون أبوش جاي. لكن الله يهلكش جاي ناتر أشوف من جاي. يا نغيب يا نندش، مود البلية أبوش تبليتها. هذا شيء أبوي. ها؟ أبوي جاي. طب انت يا حمود هلا شلي لك منك منك هلا 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 البصل فوق الناس وبزعزع الله يحترم. خذ خذ خذ. يا الله. لا لا لا. ها؟ ايش هذا؟ ما تجلس هنا. هجلس هنا؟ كيف ما اجلس هنا وانا تعبان؟ يا الله يا الله. امي. ها؟ من قال امي؟ بابا مالك؟ من قال وامي فيك شيء؟ كان نسمع تحس حمود. حمود؟ حمود مو يجيبه هنا عندنا. بعدين انت مالك راهي المربوطة؟
مسكين حمود مو مسوي. مو مسوي؟ لو جاي شايف اليوم مو مسوي ما تقولي مسكين. سكين الضربة إن شاء الله. سكين ضربك أنت إن شاء الله. أضربك وتقلع لك مصارينك. أتقلع لك مصارينك وتقلع لك عونك إن شاء الله. أبوي. لا 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 لا. هذا حمود. حمود هنا حمود. أبا مالك فيك شيء؟ مصارينك تحيسك؟ تحيسني تحيسني. هاي حمود يا حمود. دوك ذا الويك دوك. دف على وجهك. مسود الوجه حزني. ابوي انطلاقه ما عليك ملعون الصيره حسبي الله عليك. مهنه 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 حمود. ها مهنه بس الضحين الله ينفرحش. سمعت مني يا سليم؟ نعم. ما حد يدفع على 10 أيام على 20 يوم يشربوا قهوة يشربوا شاي ما حد منهم. السلام عليكم يا جماعة الخير. عليكم السلام ورحمة الله. الله يا هلا حياك. تفضل تفضل محبوب. شوف الرجال مو باغي. لا لا أحسنت أحسنت. أنا ما باغي شيء. أنا باغي أسألكم حاجة. أعرف بيت سالم بن ناصر؟ هي نعم أنا أعرف بيت سالم بن ناصر. خير إن شاء الله. مو هنا؟ هذا في خط مرسول على يدي حالهم. من هين؟ من زنجبار. من زنجبار؟ إي نعم. من يعرف سالم بن ناصر في زنجبار؟ هذا مع ناصر بن سالم حال أولاده. ها؟ أعطيني الخط. أعطيني شوف. أنا ما قلت لكم الناصر حي. ما صدقتوني. ناصر حي. محبوب محبوب جيب الخط. محبوب أقول لك محبوب جيب الخط. يا جاي سلام الله. محبوب جيب الخط. تبغى الخط؟ انزين بصير خال بيت أم سالم. بصير هناك عندهم وببشرهم. ببشر أم سالم. محبوب جيب الخط وأنا أبشر أم سالم. انت خذ الخط محبوب. بصير عند هذاك اللعين عند الدكان وبغيره وبغير. لا 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 محبوب جيب الخط ولا ترى بيصير لك شيء ما زين. بيصير يعني ولا حالكم انتوا؟ محبوب جيب الخط. محبوب الله يا زبليسك يا محبوب. اسميه بيبلينا. من هين قذ الخط صنوبه؟ لا اله الا الله. من زنبار؟ كيف وصل زنبار؟ كيف وصل زنبار؟ ناصر حي؟ ناصر حي؟ ثانوي ثاني ثاني ثاني. ناصر حي. فعل الله ولا فالك المبغوض. نعم ناصر حي. ناصر بيرجع. نعم وهذه رسالة من عند ناصر حولده من زنجبار. لا 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 باكر بيجينا الغالي. لا 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 بس. جيب الرسالة. شوف جيب يا كذاب جيب. تبقى رسالة ها؟ بتشوف انا كذاب؟ بنكونت كان كذب ولا صدق؟ الليلة بنشوف. اليوم بطلع الذبائح اليوم وبعض الناس بيموتوا من القرية. لا 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 فاكر بيجينا الغالي. لا 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 فاكر بيجينا الغالي. لا حول ولا قوة إلا بالله. مو هذا اليوم على الأقل خط غير اليوم بيجي. لا 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 فكر يجينا الغالي. بس 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 عينك. بس بس ناطر حي. ناطر حي بذرق. طب خذف. Thank you.
محبوب تم هناك عندك ما لقاش ترقص محبوب ابوي كان عندك شيء يفرح فرحنا الله يفرح فؤادك واذا فرحتكم مو يا بشارتي انت اول تكلم بعدين بدقيك البشاره ها مو الارض بترجع لنا والله لو ان بشارتك طلعت صحيح يا اني بعطيك 3 قروش لا بخيط لك دشداشتين وبصرخ حرمتك بعد هذا اذا تزوج عاد زين قبل قول له مو هي ذي البشاره اقول لا 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 باكر بيجينا وغالي لا 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 باكر بيجينا وغالي خذي الحق من زنجبار حالكم من زنجبار؟ نعم وذي المشارة؟ سمعوا وفي أغلى من أن ناصر حي؟ هي نعم هي نعم حي وهذه رسالة من ناصر بن سالم حالكم عمتي سمعت اللي سمعته يا أبو مسعد؟ سمعت اللي سمعته؟ سمعت يا سالمين سمعت أم صايم تتخطى يوم سمعت أن ناصر حي تو مو شور دبرنا يا أبو مسعد ولا ترانا بنطيح فيها كلنا والله ما أعرف إيش أسوي يا سالمين ما أعرف المهم أنت دبرت أمورك صرت المحكمة سجلت الأرض وكيف أسجلها كيف ما لازم الشهود يكونوا موجودين يا سالمين والشايب عيد والمعلم حميد ما جيوا هنا حسوا لكن ما عليهم مباكر بطرش عليهم عسكر الوالي يجيبهم ما يفيد يا ابو مسعد ما يفيد اذا سالم شل الرسائل للمحكمة واثبت بتبطل البيعة يا ابو مسعد بعدني من الربحان يا سالمين سهم زوينة بشتريه بشتريه وما بيبطل سهم زوينة ما تقدر تشتريه يا ابو مسعد كيف أنا معطنها 40 قرش قدام الناس وعندي شهود وإذا أنكروا بقدمهم قدام القاضي بخلي حلفهم يمين يا أبو مسعد أنت ما فاهم المسألة وصية أخو ناصر تقول إن الأرض ما ترجع للبنت إذا كان ناصر حي وليش ما خبرتني يا سالمين وبعدين هذا في الشرع باطل كلامك صح كلامك صح إن هذا في الشرع باطل لكن يمكن سالم يطلب من القاضي انه يأجل الموضوع هذا لغاية ما يرجع ابوه يعني كيف يعني كيف يا سالمين راحت علينا ما بتروح علينا يا ابو مسعد خلي هذا الامر علي انا وانا بدبر الامر هذا اما بعد فان سألتم عني فانا في صحة جيدة ولا أشكو سوى فراقكم الغالي الذي طال 15 سنة وأنا وأنني أفيدكم بأن محمل الحاج حمدان الذي سافرت عليه قد أصابته مصيبة ونجا من نجا وكنت أحدهم وفقدت وعي ولم أعرف بحالي كل هذه المدة وقد قيل لي بأن قد أصبت بضربة على رأسي استنسح حالي وعندما أزال الله المكروه وتذكرت حالي وحالكم وكتبت هذا المكتوب لأنبئكم بقرب وصولي إلى الديار وأود أن تبلغ سلامي للأهل والجوار فردا فردا هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المرسل والدك ناصر بن سالم بن هاشم هذا لكنك يا ولدي شوف بيكون هنا مفند إن متى بيجي شوف بعد اقرأ الله يهديك الوالدة ترى قال بيجي لكن عاد يبغاله علين يجي حصل مركب علين يجي علين يوصل يبغاله بسير أخرج ثيابي بالمندوز وببخرهم وبلبس
بلبس ثوبي الخضرنجي اللي قال لي اياه، ما واحد يشوفه. بتوحي الوالده بتوحي. موقف كل يوم من الصبح الين تسلم الشمس قد البحر، يمكن اشوف شراعي جاي من بعيد واتلقاه بكل صبر السنين وبكل عذاب الليالي الطويلة. اشكيله الايام ايش سوت فين. الوالدة انسي اللي صار، انسي، قالت لي ايام جديدة. بس ما قبل ما اشمت الثانوي مثل ما شمت فينا يا ولدي. سالم من فضلك اعطيني رسالة. انزين على الاقل اشمها، اشم ريحة عمي. لا انت ما تستاهل تشم رسالة عمش، لان شبعتيه من زمان. لا حرام عليكم، انتوا ما فاهميني، انتوا ما عارفين شيء. بتتزوجيه على بتتزوجيه؟ انا ما اعطي كلمة حاسعين من علي وادروح عندك، وتكوني حال ولدة ان شاء الله. وانت من عشان تعطي كلمة عني انا؟ ها انا وابوش، انا اللي اعرف مصلحتش. سمعني، ابوي مات من زمان. ما تقتليني يا بنتي يا فتنة وانا حي بعدني. سمع، انا عارفة كل شيء، واذا نسيان انا بذكرك. جيت تأخرت. قلت أتأكد الأول قبل ما أجي، عن يكون حد مترصد لي ولا شيء ويشوفني. دخل. لا بعده ماتوا. عجب متى، ناصر سافر وأهله نسوا. علشان كذا أنا طرشت عليك. يا بنت الحلال، ربيتي اللي تعطيني إياهن ما يسدنك. أنا معطل شغلي وجالس أحرس كل يوم، أقول الحين بطرش لي باكر، أبغاها تخبرني إيش باغية مني. خبريني. مو رأيك تزوجني؟ أنت قلتي شيء؟ أنت سمعتني زين؟ إيه سمعت، لكن يمكن ما تقصديني أنا. أقصدك أنت، بس عاد إذا أنت كنت ما موافق هذا شيء ثاني. عاد ما وافق حد يشوف الذهب هذا ويقول لا هو عندي غيرهن داخل. مو قلت والله، مو أقول. لا يكون تسمع كلام الناس بيقولوا عني إني مقرفة، وإن الزوج ما يعمر عندي أكثر من شهر. شهر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول. ايش الورطة اللي تورطت بها؟ لا انا بالذهب ولا انا بالدنيا. اها، عجبك الذهب؟ عجبني وما عجبني، اخبرش وموافق وبنشوف من فينا بيدفن الثاني قبل، انا ولا انتي. هذه الأوراق بس؟ أنت ما عندي شيء؟ هذين أوراق الأرض والدكان والبيت مو ساكنين فيه وبس؟ هذين كلهن مكتوبات باسم بنتي فتنة. لا طمني إن شاء الله، طمني. بتعيشين وبتربين فتنة، ولونهم يقولوا ما شا فايدة، لكن انا موافق، مال الفتنة مالي. ايه بس ما حالك. لا الله يطول عمرك ان شاء الله وتعيشين ويدوم الشهر، اقصد. واه
واعجبي هاي فكت ثمها وابوي هذه سافرة كنت اطلب لها شهر وهي توكلت عشان عزرائيل يحرسها بس ابوي فتنة بس البركة فيش ولا سير المحكمة يا بنت الحلال يا بنت الحلال كيف تسير المحكمة وبعدين المحكمة ايش بتسوي لي ايش تسوي لي بقول لهم ان الزوج امي ما موافق على زواجي انه طمعان فغوازي كل هذا يطلع منش يا اللعينة لكن ما منش من ذاك الخسيس حمود ها مو قل واذا ما وافقت بتوافق غصبا عليك وخلي يقبض كل املاكي وبترجع انت مثل ما كنت ولا خليك في حشمتك وافق لا حول ولا قوة الا بالله انا اليوم اتصبح بوجه من عليك. ما الكلام بو سمعته صحيح ان ابونا حي ويكتب لكم خطوط احمود خذ عن دربي وخليني اسير له خليني اسير عن ثانه وخذ عن دربي وما يخصك الكلام كيف ما يخصني الله يديش يخصني اعطيني هذا الخط وشوفي لما قلت له عينه شيء ما اعطيني اياه انت انت تخلع له عينه ما يقول حبابي اذا عمك يعتار ما يهون عليك يا غيب غابت عينه يهون علي انت اعطيني هذا الخط وتشوفي لي ما اسوي إذا ما قلعت العين كان علي أنا ما أقلع العين وبس أخلي يندم على كل أشياء اللي سواها فينا شي معطيني إياه الخط شي معطيني إياه درسنك درسنك وموصلنك علي تقول لي هالكلام وموصلنك يكون تأخذ مني الخط والرسالة تأخذها مني ها يكون عزب تحرق الرسالة وتبطل الحجة وبالأخير تخلوني أنا شابكة في الموضوع ها لكن من هو يحرم عليه ثانو يشوف شي من عندي وانت اسمعني اسمعني يا ود امك وابوك دور غيرها هذه ما على امك دور غيرها شيمة شيمة كمي كان في شيمة صدقين المرأة هذه صدقيني شيمة واعطيني هذا الخط اعطيني اياه ترى هو جرحنا كلنا جرحكم مثل ما جرحني لكن انا جرحني عاد واقي جرح اسمه كبير الله يوفقك الله لا يوفقك يا اذاني والله يوفقك ان شاء الله ولو ان فؤادي ما مصدق الكلام لكن ما اسوي يا ولد ما اقدر امنع عليك ريحة ابوك ما اقدر يا حمود شيمة ما شيمة ابغى اشوف خطر هذه الرسالة لكن كنت اقراها من بعيد من بعيد وما تاخذها ما اخذها بسم الله الرحمن الرحيم وارد العزيز الغالي سالم الناصر عفوا عفوا كاتب منه ما عليك يا ثانو جاي النك حمود ولدي لا تتسرع لا تاخذ حقك بدالك احرص لا تتسرع يا حمود احرصني لكن يا ابو مسعد اذا قر قال ترى بيقلب علينا الدنيا فوق تحت ويقلب علينا الدنيا ليش كان انت هي اما وحدي ما سويت شيء ها كل هذا اللي جالس يصير ما من تحت راسك حتى لو سويت شيء يوم بيجي ناصر بيحصل ثاني متغير بيشوفني ما بهين زين اخذ مقازح عاتب لي وبعاتبك جاك الموج وتارك الصلاه هذه اخذت عاد ما قاصر الا مبغوض الطنز علينا وبعض الناس بياخذوا حد القهوه مساكين والله حد الكلاب والسنانين عاد ما اعرف مساكين بيحصلوا اكل ولا لا اسكت انت اسكت كل هالسوالف من تحت راسك انت اقوم اسير عن لا اكفر بالمغلوب اكفر بلا قعدتني اقوم اسير
مو فيك؟ كلامك يا حمود يا ولدي. اتكلم، انطق، قول من اللي كتب هذه الرسالة؟ من؟ هذا أبوك كاتبينها وراسلنا حالنا. كذاب، أبوي السوسة، أبوي الحقير، تتكلم ولا لا؟ في واحد رجال جاي من زنجبار وجابها وعطاني إياها وأنا جبتها. كذاب، صدقه صدقه، في واحد جهنه وقاب الرسالة مو غيره. خالص سلمين، أنت قرأت الرسالة؟ قرأتها؟ تبقى الحقيقة أنا ما قرأت الرسالة، لكن أول ما جاب الرجال الرسالة أخذ الرسالة محبوب وركض كمان مقاني. لازم يسوي كذاك، لازم يسوي كذاك علشان يمحي الحقيقة وما تبقى رسالة. قول لي يا محبوب، قول لي مين كتب الرسالة؟ من؟ صبر يا حمود صبر، هذا ما بيقرأ كذا. اتكلم، قول أنا. قول لي مين كتب الرسالة؟ أنا اللي كتبتها. كذاب، قول لي. استهدي بالله، قول الحقيقة. استهدي بالله، لازم يقول الحقيقة. من اللي كتب الرسالة؟ هذا يا حمود، خذ خذ، اقلع عينه، اقلع عين الخبيث. اسمع، تتكلم ولا دخل هذا القمر في عينك؟ أنا بقول اللي كتب الرسالة هو سالم. سالم؟ Thank you.